الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الحث على صلاه تحيه المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء إن صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة، وفيها عدد من المسائل. أولها قال: الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين. وهنا حكم تحية المسجد هو سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وجاء عن بعض أهل الظاهر أنهم قالوا بوجوب تحية المسجد، والصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل أن تصلى. والحكم الثاني قال: كراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. كراهة الجلوس، فالجلوس قبل تحية المسجد مكروه، وبعض العلم قال أنه لا يكره ولكنه خلاف الأفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في التبويب، قال: في أي وقت دخل. وهذا الحكم الثالث، وهي أن تحية المسجد تصلى في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي. وهذه مسألة خلافية بين العلم، فمنهم من يرى أنها تصلى حتى في وقت النهي، ومنهم من يرى أنها لا تصلى في وقت النهي. والذي يظهر والله أعلم أنها تصلى في وقت النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة ذوات الأسباب تصح حتى في أوقات النهي. والمسألة الرابعة قالوا: سواء إن صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة وغيرها، أي أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء نوى هذه الركعتين سنة راتبة، كان يأتي قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الظهر، فركعتا السنة الراتبة تجزى عن تحية المسجد، أو صلى فريضة بأن دخل إلى صلاة الفجر وهم يصلون الفجر فصلى معهم ركعتين، فهذه أيضا تجزيه عن تحية المسجد. قال: أو غيرها. فهل هناك غير ذلك من السنن الرواتب والفريضة؟ نعم، كأن يدخل يصلي بنية بين كل أذنين صلاة، أو يدخل يصلي بنية سنة الوضوء، فهذه تجزي عن تحية المسجد. ولكن تأتي هنا مسألة: لو دخل المسجد مثلا بعد صلاة العشاء وأراد أن يصلي صلاة الوتر، يصلي ركعة، فهل الركعة الواحدة تجزي عن تحية المسجد أو لا تجزي؟ بعض أهل العلم قال في هذه المسألة: إذا أراد أن يصلي الوتر ولم يصلي قبلها ركعتين تحية المسجد، فيصلي ركعتين أولا تحية المسجد ثم يصلي ركعة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والوتر ركعة، فقالوا يصلي ركعتين ثم يصلي الوتر. وذهب بعض العلم إلى أن ركعة الوتر تجزى عن تحية المسجد أيضا، وذهب إلى هذا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا على الغالب، أن أقل النوافل في الغالب ركعتان، ولكن لو صلى الوتر فإنها تجزي. المهم أنه صلى قبل أن يجلس، والأمر في هذا واسع، ولكن الأحوط أنه يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعة الوتر. وهنا قال رحمه الله تعالى بعد التبويب، ذكر حديث أبي قتادة وحديث جابر، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين، متفق عليه. وهذه كلها يعني أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ركعتي تحية المسجد، بل حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في حديث سلك القطفاني عندما دخل وجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر أن يقوم ويصلي ركعتين ويتجوز فيهما. كل هذا يعني يؤكد على أهمية تحية المسجد، وأننا إذا لم نقل بالوجوب فنقول أنها سنة مؤكدة لا ينبغي المسلم يتركها. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة تداخل العبادات وتعدد النيات في العبادة الواحدة كصلاة ركعتين عند دخول المسجد، فقد تتعدد النيات والصلاة واحدة، وهذه كما يسمونها تجارة العلماء. تجارة العلماء تعدد النيات والعمل واحد فتكثر الأجور. مثالها لو دخل بعد أذان الفجر إلى المسجد، فهنا له أن ينوي هاتين الركعتين بعدة نيات، فينويها أولا أنها ركعتا وضوء، توضأ وجاء يصلي، وينويها أيضا أنها تحية مسجد، وينويها أنها بين كل أذنين صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، وينويها سنة راتبة، وينويها سنة راتبة. فانظر كم نية الآن، أربع نيات والعمل واحد. لذلك أكثر العلم على جواز مثل هذه الطريقة وتتعدد النية في العبادة الواحدة إذا تداخلوا، فهنا تداخلت العبادة. وضربوا مثال على ذلك أيضا في مسألة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلو صام الاثنين والخميس والاثنين والخميس فهنا صام أربعة أيام، ولو صام اثنين وخميس لمدة شهر كامل صام ثمانية أيام، فتدخل في هذه الأيام ثلاثة أيام من كل شهر. ومثاله قالوا لو صام تاسوعة وعاشورة والحادي عشر فإنها تجزع عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر إذا نواها. وهكذا تتداخل النيات إذا تداخلت العبادات، وهذه كما ذكروا تجارة العلماء، لأنهم يعلمون ما لا يعلم غيرهم من هذه المسائل والأحكام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.